بسم الله الرحمن الرحيم. رابطة المدربين المحترفين العرب، الآن بدأ تتبلور الفكرة اللي تأكد على أنه تدريبات كرة القدم الخاصة باللعبة بدنيا تكون شاملة لما يحدث بالمباراة. فمن نأتي بالكرة ونضعها ريفرنس دليل لتدريب اللياقة البدنية بكرة القدم يكون جيد، يكون أحسن. هذا ما أكرره وما أقوله مرارا. في الوطن العربي، تقريبا في الوطن العربي، هناك أسئلة كثيرة ومتلاحقة عن هذه الطريقة اللي قيل عنها ليس من قبلي فقط وإنما من العالم، سواء الأوروبي بالخصوص الأوروبي أو حتى الأمريكي الشمالي الجنوبي، يعني كل مدارس العالم، أنه الآن التوجه يكون باستخدام هذه الطريقة من أجل أن نحصل على مردود جيد لتماريننا اللي نعطيها بالساحة. وشرحنا شنو التمارين الاقتصادية وشنو تمارين السوكر سبيسيفيك كونديشنينج، تمارين اللياقه الخاصه بكره القدم، شرحنا كثير. تذكر اليوم في نقاش عبر الواتساب انه هي شنو احسن التمارين اللي تحقق منا ما نرجوه من هذه الطريقه. احسن التمارين هي تمارين الربط، هذه تمارين الربط الكومبينيشن يسموها دربل. احنا عندنا يسموها تمارين شبحيه، يعني شبحيه تطبيقيه ما بيها لا منافس ولا كذا، الغايه منها تكرار حركات تبادل الكره والركض، وهي اللعبه كلها تبادل كره وركض. فكل ما كان عندك، يعني انا ليش قلت هذا التنبيه؟ السائل سالني قال لي انا عندي تمارين سرعه بعد فترة العمر، أقدر أعطي تمارين كومبينيشن بعد التمارين السرعة أعطيها، لكن قلت له بمسافات صغيرة وما بيها يعني قوة انفجارية وسرعة، لأن لا تكرر تمرين السرعة مرتين. أما إذا ردت أن تفتح المسافة كما تلاحظ الآن بالشكل هذا وتعطي تمارين ربط، ف من المفضل قبلها لا تعطي تمارين لياقة بدنية، لأن هي أصلاً هذه تمارين لياقة بدنية ممتازة ممتازة. أنت من الأسهم الداكنة والأسهم المنقطة، من الأسهم الداكنة هي المناولات، تحسب أدنى 8 مناولات قبل أن يصير الكروس، هاي 9، قبل أن يصير الشوتينج هاي 10. تحسب الأركاض، عندنا الأركاض 1، يعني حسبها حساب مثل ما نحسب 1 2 3 4 5، تشوف عندك مثلا أنت 8 أركاض. الأسهم المنقطة 7 أركاض 6 أركاض مثلا. الآن عندي أنا 1، أنا أحسب معك 1 2 3 4 5، صحيح ولا لا؟ 6 7 8، يعني في أركاض بمختلف الاتجاهات مختلف الزوايا، زين بها واجبات الآن هذه الأرقام. فالأرقام، شوف الأسهم المنقطة وين تأخذ اللاعبين، تأخذ اللاعبين من جهة اليسار وتأخذ 3 منهم إلى منطقة العمود البعيد ومنطقة العمود القريب والمنطقة الوسطى. فأنت عندك الآن تكتيك، لأن أنت تهاجم 3 مناطق يعني معينة من أجل أن نسوي فينيشينج للكروس، وعندك لاعب يخرج يروح يلعب على كرة عكسية ويكون هناك كومبينيشن. ليش يسموهم كومبينيشن ترينينج؟ ربط 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 ربط، اكو ربط، وهي جاية من كلمة كومباين، يعني انت تربط ما بين اللاعبين والكرة، ما بين حركة اللاعبين والكرة. لكن الآن انت في حسابات هذه الأركاض، أنت تدرب لياقة بدنية، لياقة بدنية ممتازة. شوف اللاعب مثلا على سبيل المثال، أول لاعب كلاسة
مسك الكرة لعب جدارية ثم تحول، شوف شلون تحول، استلم المناولة رقم 9 لعب المناولة رقم 11 وتحول إلى منطقة العمود البعيد. كمية الركض اللي أداها هذا اللاعب كمية كبيرة جدا جدا، كمية ركض في لعبة كرة القدم وليس في لعبة أخرى. ومن اللاعبين ذولا يخلصون تبدي المجموعة الثانية، اللاعبين ذولا بجهة اليسار يبدلون المراكز، زين يبدلون المراكز، فالستة يجي مكان ثلاثة والثمانية مكان ستة والتسعة مكان ثمانية، ويرجع ثلاثة اللي سوى مثل الشوتين يرجع مكان تسعة، يعني هو بدأ أول راح يصير أخير، فراح يركض الركضة الثانية قصيرة كما تلاحظ. فهناك فترات للراحة أو فترات للمسافات المقطوعة بين ركض طويل وركض قصير، وبين ركض متكرر 3 مرات وبين ركض متكرر 2 مرات. إذن صورة مصغرة من الأركاض التي تجري في كرة القدم طبقا للزملاء وطبقا للكرة. في الكومبينيشن تمارين مهمة، أنه أولا مهمة لأنها هي كرة قدم، اثنين تحفظ اللاعبين حركات تكتيكية، ثلاثة هي يمكن تطبيقها على مجامع، 4 هي ممكن تطبيقها في أي مكان من مكانات الساحة، على جناب من الوسط طولا عرضا كذا كذا كذا، هي سهلة التنظيم، هي سهلة التطبيق، هي سهلة الفهم. أنت الآن تنظر إلى الأرقام البيضاء 1 2 3 4 إلى أن تصل إلى 14، قد تكون تقول هذه فوضى في الحركة، هذه أرقام بسيطة، هذا عبارة عن تبادل كرة وتحرك، هذا ليس شيء منزل وثابت، أنت تتصرف في الأسهم هذه، يعني أنت تتصرف بحركات اللاعبين، أنت كمدرب. أنا الآن حطيت هذا الكومبينيشن من نفس هذا التنظيم، عندي 5 لاعبين هنا أو 6 لاعبين أو 7 لاعبين، 6 أحسن يكونوا هنا 6 ويتبادلون المراكز، يكون عندك أنت مثلا فريق يتدرب على ما يعرف بالفيزيكال تكنيكال اكسرسايز. هاي التمارين يعني إذا تكون ضمن هذه المسافات، أنبه لا تعطي تدريب لياقة بدنية بعد فترة الإحماء، لا أبدا، يعني تعطي هي هذه هي تمارين لياقة بدنية، شو تريد أكثر من هذا؟ الكثير من المدربين يخطئون، يجيبون فترة الإحماء بعدها تجي تمارين لياقة بدنية بدون كرة بها extensive work، ويعطون تمارين ربط، لأن كل المدربين يعطون تمارين ربط، يعطون تمارين ربط بها جهد عالي، خصوصا إذا كان فيها مسافات وركض سريع، فيكون هناك يعني استخدام لقوة انفجارية، وأنت أصلا متدرب تمارين بعد فترة الإحماء بدنية بها قوة انفجارية، فيكون هناك ضرر على اللاعب. فدائما ارفع تمارين اللياقة البدنية اللي تعطيها من دون كرة بعد فترة الإحماء، وضع تمارين هذه تمارين الربط بالشكل اللي يتوفر مساحات مختلفة لركض اللاعبين طبقا لحركة الكرة، وكل ما كان هذه التمارين تنتهي على الهدف يكون لها تحفيز عالي عند اللاعبين، الموتيفيشن جدا عالي، بدل أن تجعل الركض فقط في ركض 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 بدون كرة، أنا أسميه ركض الأغبياء بدون كرة. إذا مع الكرة وباتجاه الهدف وريد أوت كم نتيجة من الركض، وهو يسموه attacking the crosses مهاجمة الكرات العكسية، يكون العمل جيد ويكون العمل منتج ويكون العمل ممتع. مواصفات زينة بهذا الكلام، المتعة بالنسبة للاعبين جيدة، لأن أكو كرة أكو هدف أكو تسجيل أكو تبادل أكو communication أكو توقيت أكو وزن المناولة أكو 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 فأكو كل شيء في كرة القدم. هذه التمارين أنا من الناصحين لأبناء المدربين أن يركزون عليها بكثرة، وهي بأشكال مختلفة وموجودة على الإنترنت بالعشرات التمارين، لكن أنا أريدك أنت تستنبط في
في فكرك، في خيالك، ما يلائم لاعبيك وفريقك، ويقترب من التكتيك اللي تستخدمه في المباراة. يعني هسه ثمانية، يعني ثمانية أطلعه هو يسوي الكروس، لأن في اللعب كثير من الفترات تجد لاعب وسط يمين يخرج أوفرلاب على اللاعب وسط يسار أو يمين، يخرج أوفرلاب على الجناح ماله، الجناح ماله يدخل الداخل يخرج، ويكون هو الجناح اللي يسموه جناح غير حقيقي. التسعة، التسعة في كرة القدم دائما هو اللاعب يسموه المحطة، احنا نسميه المحطة، هو اللاعب المهاجم معزول أكثر الأحيان يكون، اللي يتحرك من العمق يروح للجانب، شوف بالجانب، ويكون محطة للفريق للبناء، يستلم كرة ويبني. لاحظ هذه الوضعيات ما للاعبين مهمة تكون بها كوبي رايت، خلينا نسميه احنا، خلينا نسميه كوبي بيست، استنساخ مما يحدث بالمباراة. يعني أنا التسعة لو أجيبه على قرص الجزاء، ومن يأتي دورة في العمل خليه يتحرك سريعا لهذا المكان اللي تشوفه، يكون التمرين أحسن. نفس الشيء ثمانية، أجيب الخط الوسط، ومن يحين دورة أخليه بالحركة يستلم الكرة، مو بالثبات. ونفس الشيء يعني أنا أسحب هذا الخط هنا بهذا المكان، وأخليهم من خلال الحركة ينفذون نفس التمرين، وقبل أن يأتي دور كل واحد في الحركة أخليه يتحرك بسرعة، فيتحرك من الداخل إلى الخارج. This is football, the good football. فهذه التمارين اللي كثر الحديث عنها، ويعني بدأ المدربين العرب يعطوها الاهتمام الكبير وفق متطلبات الطريقة اللي أنا بديت بها، هي طريقة ممتازة تخلط ما بين التمرين البدني الفني، البدني الخططي، البدني اللعب، البدني الذهني. تكون أنت أجد وأحسنت استخدام صفات اللعب الأربعة، أو حقائق اللعب الأربعة، أو ما يعرف بكرة القدم الشاملة. أنا دكتور موفق المولى، واليوم كما وضعت 6/2/2020، وهذا راح يوضع الآن، وأرجو الموفقية للمدربين، كل المدربين العرب، وتحت شعار رابطة المدربين المحترفين العرب لكرة القدم نضع إحنا هذا الشعار على شعار الرابطة، لكي يعني نضع خصوصية لعملنا. هاي خصوصية، وإن كان أنا يعني دائما أكتب أنه هذا الكوبي رايتس بالنسبة للرابطة، لكن هذا الشعار أو اللوغو يكفي لأن يكون كوبي رايت. غدا جمعة، جمعة مباركة على البشرية إن شاء الله. شكرا.